أدعوكم في دعوة الخريجين للسلام على سموكم الكريم وتسلم شهاداته. أولاً، الحاصلون على درجة الماجستير في إدارة الأعمال فيصل بن غرم الله الغامدي، نايف بن عبد الجليل السيف، عاصم بن عبد الله بن محمد أبو بكر، مساعد بن عبد العزيز الحديثي، عبد العزيز بن حوشان الحوشان، أنس ابن معلى الويحك، جاسر ابن سليمان الجاسر، عبد الله ابن عبد العزيز الواصل، محمد ابن عبد الله العتيبي، فؤاد ابن عبد العزيز الزيدان، مؤيد ابن عبد العزيز العمري، أحمد ابن عبد الله السلطان، عبد الإله ابن عبد العزيز بن راشد، سلطان ابن عبد الله العنزي، عبد الرحمن محمود أحمد، حمدي بن محمد أمين. ثانياً، الحاصلون على درجة الماجستير في هندسة البرمجيات بندر إبراهيم بن محمد أبو حيمد. عمر بن عبد الرحيم المغني، تركي بن فيصل بن محمد الدويش، سليمان بن عبد الملك بن عبد الله إسماعيل، عبد الله محمود فاعور المصري، عبد اللطيف بن عبد الرؤوف سعيد العمودي، سيد إعجاز علي شاه. ثالثاً، الحائزون على مراتب الشرف في مرحلة البكالوريوس: عبد الله بن عثمان العبد الجبار، فارس بن أحمد بن سليمان البابطين، هيثم خضر المدهون، عبد الله حسين حمزة الشرارة، محمد نجم الدين عبد الباري، عبد الرحمن بن خالد الكثيري. رابعاً، الحاصلون على درجة البكالوريوس في المالية: عبد الرحمن بن سليمان، عبد الله بن متعب بن إبراهيم الرويتع، عبد الرحمن بن عبد المحسن الصالح، إبراهيم بن حسن العمودي، خالد بن عبد الله آل الشيخ، سلطان بن سعد الفهيد، عبد الله بن عمر المرشد، عبد الله بن أحمد بوحليقة، عبد الله بن عبد العزيز الرئيس، محمد بن عبد الرحمن الخميس، بدر بن علي الجريسي، مساعد بن علي القرني، عبد الله غسان نجيب، مساعد بن خالد البليهد، سامي بن عبد الرحمن السديس، محمد بن حمد الجربوع، أحمد بن عبد الله بن دهش الحمد، سلطان بن محمد السلطان، عبد الرحمن بن إبراهيم الناصري. خامساً، الحاصلون على درجة البكالوريوس في التسويق: عبد الرحمن بن فريد الحسين، أحمد بهاء الدين أحمد عبد الله، عبد الرحمن بن محمد العريفي، عاصم بن أحمد قبلاوي، معاذ بن مصطفى الجعفر، علاء هيثم محمد التل، ممدوح بن محمد ممدوح بن محمد بن حميد. سادساً، الحاصلون على درجة البكالوريوس في المحاسبة: محمد نعيم حمامة، محمد عمر البردويل، حمزة بن محمد عبد المنعم، عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى القحطاني، محمد عبد الفتاح الحوراني،
سابعاً الحاصلون على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ونظم المعلومات، عمر بن عبد الله بن محمد الفدة، عمر بن خالد هنيدو، عبد الله بن محمد باحميد، أحمد بن مساعد النصار، عمر بن علي خلوف، باسم العوين بن عبد العزيز العوين، مازن بن خالد بياري. ثامناً الحاصلون على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية، عبد الرحمن بن محمد السقيلي، إبراهيم بن محمد يماني، عبد الله بن سيد الداعور، محمد بن عبد الله التميمي، رائد بن خالد الأشقر، عبد القادر بن محمود صندوقة، صالح بن عبد الله التميمي، حمود بن بدر الحمودي. تاسعاً الحاصلون على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والشبكات، متعب بن ماجد بن نوار الحارثي، عبد الله بن عبد العزيز تركاوي، عمر بن عبد العزيز الفتحي، عادل باسم سليمان، محمد بن زياد المشرف، ريان بن عبد الله المطيري، شكر الله لسموكم وأسأل الله أن يجزيكم عنا وعن أبنائكم الطلاب خير الجزاء. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الأساتذة، الإخوة خريجي الجامعة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل امرئ أيام مشهودة مذكورة، وفي الحياة المعاصرة يعد يوم التخرج في مراحل التعليم المختلفة من هذه الأيام المشهودة، واليوم نحتفي بثلة من أبناء جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز في الدفعة 12 من خريجي هذه الجامعة في درجة البكالوريوس، والدفعة 7 من طلبة وخريجي الماجستير. نستأذنكم في بدء الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم يتلوها الطالب الخريج سلطان بن محمد السلطان. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله،
والله يرزق من يشاء بغير حساب. كلمة سعادة مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، راعي حفلنا هذا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني باسمي ونيابة عن منسوبي وطلاب جامعة الأمير سلطان أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسموكم الكريم على رعايتكم لهذه المناسبة السعيدة التي يتشرف فيها خريجو الجامعة بالسلام على سموكم الكريم وتسلم شهادة التخرج من يدكم الكريمة. صاحب السمو، لما لجامعة الأمير سلطان من مكانة خاصة عند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أبدع فكرة تأسيسها عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، وتقديراً منه لما تحمله من معان كثيرة لأهل الرياض الذين سارعوا إلى التبرع لتأسيسها وما تحيل إليه من ذكريات سعيدة ترتبط بالأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. فإن مبدع الفكرة الملك سلمان بن عبد العزيز يحرص دائماً على رعاية حفل خريجي الجامعة واستقبال خريجيها كل عام رغم المشاغل الجسيمة والمسؤوليات العظيمة للمقام الكريم. صاحب السمو، إن جامعة الأمير سلطان التي تفخر بأنها بذرة من البذور التنموية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استطاعت بحمد الله بدعم وتوجيهات المقام الكريم أن تسابق عجلة الزمن وتحقق ما حققته أفضل الجامعات من نجاح، وخير مثال على ذلك هو نوعية خريجي الجامعة الذين أثبتوا تميزهم بشهادة سوق العمل وأصبحوا مرآة للجامعة والمنتج المميز الذي نفتخر به من خلال منافسته العلمية والعملية القوية لخريجي الجامعات الأخرى. وها نحن في هذا اليوم السعيد بكل فخر واعتزاز وتحت رعاية سموكم الكريم نشهد تخريج الجامعة لدفعتها 12 من حاملة درجة البكالوريوس والسابعة من حاملة الماجستير. هؤلاء الخريجون شباب اليوم ورجال الغد الذين يعول عليهم للإسهام في بناء مستقبل وطنهم والرفع من شأنه. هؤلاء الخريجون الذين شاهدناهم وتابعنا أيام صبرهم على طلب العلم والمعرفة، جرت بهم الأيام صراعاً حتى رأيناهم اليوم خريجون أقوياء بقدراتهم المعرفية متميزين بمهاراتهم العلمية لينضموا إلى إخوانهم ممن سبقوهم في ميدان العمل والعطاء للإسهام في البناء ودفع مسيرة الوطن نحو التنمية الشاملة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أكرر الامتنان والعرفان لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي الجامعة على تفضلكم برعاية هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا وعلى حرص سموكم على النهوض بالعلم وأهله. كما يسرني أن أتقدم بخالص شكر وعظيم الامتنان لمن كان لتوجيههم ودعمهم أكبر الأثر فيما تحقق من إنجاز، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميراً لمنطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم المظلة النظامية للجامعة، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم الذي كرس كل جهده ووقته الثمين لخدمة الجامعة، ثم أولئك الذين بادروا إلى الإسهام بأموالهم في انطلاقة المشروع من رجال أعمال ووجهاء وأولياء أمور، فلهم منا خالص الشكر وصادق العرفان. والشكر موصول لوزارة التعليم العالي على دعمها للتعليم العالي الجامعي الذي يأتي في مقدمته برنامج الابتعاث الداخلي الذي يمثل دعماً ومساندة حقيقية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي. كما لا يفوتني أن أشكر شركائنا على درب الخير من أعضاء مجلس مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ويطيب لي أن أبارك لأبنائنا الخريجين هذه المناسبة السعيدة داعين الله العلي القدير لهم بالتوفيق والسداد، وأن تواصل جامعة الأمير سلطان مسيرتها المباركة ونشاطاتها الفعالة في البحث العلمي وخدمة المجتمع في ظل
حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو ولي العهد، وأن يديم الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا جميعا للعمل على خدمة هذا البلد المعطى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا. كلمة الخريجين يلقيها الطالب عبد الله بن عثمان العبد الجبار، خريج في تخصص المالية والحائز على مرتبة الشرف الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمام سموكم الكريم اليوم نيابة عن زملائي ممثلا لخريجي جامعة الأمير سلطان. هذا الصرح العلمي الكبير الذي جاء نتيجة جهود مباركة من رجال مخلصين، وها أنتم يا صاحب السمو ترون اليوم حصاد ثمرة من ثمار غرس مبارك وضع أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله حينما كان أميراً لمنطقة الرياض في رياض الخير باسم سلطان الخير رحمه الله. إن التميز في التعليم الجامعي في جامعة الأمير سلطان أثمر قدرات مؤهلة تنطلق نحو التفوق الذي تربينا عليه خلال سنوات الدراسة ولا نرضى عنه بديلا. فلكم منا يا صاحب السمو خالص الشكر والعرفان على ما تبذلونه لرعاية العلم وأهله، والشكر موصول لصاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولسعادة الدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير الجامعة، ولكافة منسوبي الجامعة الكرام. وأسأل الله أن يديم على بلادنا العزيزة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد. حفظكم الله ورعاكم وسدد على الطريق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يكن للتعليم وللعلماء كل التقدير الدائم والمستمر، ويزيدنا شرفاً كما هو يزيدكم أيضاً أن تكونوا ضمن هذه الجامعة التي تحمل اسماً عزيزاً على كل إنسان سعودي وهو الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله، هذا الإنسان الذي أعطى لهذا الوطن الشيء الكثير طيلة سنين عمره، وكان خير من يعمل ويوجه ويرعى أجيال المملكة العربية السعودية خلال حياته المليئة بالعطاء والجهد والجودة. إننا نفتخر جميعاً أن يكون جيلنا هم من مدرسة سلطان بن عبد العزيز، وفعلاً فقد أعطى الشيء الكثير ووهب الشيء الكثير، نسأل الله سبحانه أن يجزيه على أعماله كل خير. أهنئكم في هذا اليوم، وأهنئ الوطن بكم، وأهنئ مجلس إدارة الجامعة وعلى رأسهم سمو الأمير عبد العزيز بن عياف وأصحاب المعالي أعضاء المجلس أصحاب السعادة أيضاً من إدارة الجامعة، وأن نكون إن شاء الله عوناً لهم في خطواتهم القادمة بما فيه ازدهار هذه الجامعة وأبنائها. أرحب بكم في أمارة المنطقة، وأتمنى إن شاء الله أن تنغرس فيها دائماً جهودكم الواضحة والنيرة، كما أنني في هذه المناسبة أتوجه بالشكر لكل من ساهم وقدم لهذه الجامعة الشيء الكثير. نحن نعرف أبناء الرياض الذين ساهموا
في بناء هذه الجامعة وتقديم كل ما يسعدها ويفيدها ويسعفها في مسيرتها. أتمنى لكم السعادة والصحة الدائمة والتوفيق والسداد في مسيرة أعمالكم، وأن نلتقي بكم على خير في دروب العمل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو يتشرف صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز محمد بن عيافة المقرن بتقديم هدية تذكارية لسموكم بهذه المناسبة. هذه نماذج مخرجي الجامعة في أماكن العمل. شكراً. أنا صورة. استمع. واضحة؟ صاحب السمو يستأذنكم أن نأخذ بدورك هذه المناسبة لصور تذكارية العزيمة. بس بشرط يعطوني نسخة منها.